السلام عليكم. قبل ما نبدأ المقطع أتمنى من الجميع يفعل الإشعارات للقناة. الطريقة بسيطة جدا، تدخل على قناتي بعدين تضغط على علامة الجرس، تحط علامة صح على إرسال جميع الإشعارات لهذه القناة، بعدين تضغط حفظ، وبكذا أي مقطع أرفعه أو أنزله للقناة راح يجيك تنبيه عليه. يعطيكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ عساكم طيبين، معكم صالح أوبلز. رجعت لكم بالحلقة الرابعة من سلسلة LSPD FR GTA 5 مود الشرطة مع الشرط المنفس. قطعنا عن السلسلة هذه لنا كم، يمكن أسبوع تقريبا ما نزلنا أي شيء. رجعنا لكم رجعة قوية إن شاء الله، جايبين سيارة جديدة. وش تتوقعون السيارة؟ بسم الله خلونا نشوف. مستعدين؟ الله على الكامري يا شنب. كامري دوريات سعودية، كامري 2009 مدري 2010 الزبدة تقريبا. الواجهة كأنها كريلا، من ورا كأنها كام، فما أدري. مالي سلكوا سلكوا. وطبعا كالعادة أول ما تبدأ صباحك تطلع من مطعم كذا وتفطر تروق واللي عليك بالخير، بعدين تدرم على السيارة تشوف إيش المهمات، إيش في. كأني سمعت واحد منكم يسب. لو سمحت يا أبو الشباب، هايديك بالله. اسمه بريس ويلسون أتوقع. خلونا نشيك اسمه. بريس اتوقع كذا ويلسون. يا عمليات بالله شيء كل اسم الشخص الطيب هذا. ما عنده اي مشكله. هي وين راح؟ اي يا ابو الشباب ما تبغى الاي دي. اوه باقي ما تعودنا على الكامري، احنا متعودين على التشارجر والسيارات القويه هذه ولا شيء. فيك انت ما تبغى الاي دي حقك مون صح؟ هذاك شوف قاعد يكلم ولا كانه له دخل في السالفه. اي اي ديك طيب، الاي دي حقك ما تبغاه؟ طبعا انا شيكت الاي دي حقك، طلع ما عندك اي مشكله، بس انا كذا عبيط ابغى اشوف ايش سالفه خذ مخالفه، عشان ثاني مره اذا اخذت الاي دي حقك ما تروح كذا تمشي لحالك. طيب نرجع ندور لنا مشاكل، ندور مو مشاكل يعني الناس يبلغون وكذا، مو ان احنا نبغى مشاكل، لا بالعكس احنا مسالمين، بس ندور لنا بلاغات واشياء كذا. انا ما ادري ليش ذاك اشاره يسار، كيف اطفي الاشاره يسار يا طيب؟ يا ابو الشباب ما عاد ابغى اشاره يسار، ما بلف يسار انا طيب، سياره رايحه فيها الزبده. وقف على جنبي يا طيب وقف. يا اخي متخلفين، والله متخلفين. يا عمليات ماني فاضي لكم، ماسك واحد اهبل واقف على اليسار، المفروض يوقف على اليمين. لكن ما علي انا اوريك فيه. نحط لنا التيزر هذا الكهرب عشان يمكن ينحاش يمكن شيء ما تدرون. صباح الخير يا طيب، اعطني الاي دي لو سمحت. قبل الاي دي خلونا ناخذ مفاتيح السياره. هات مفاتيح السياره يا طيب، يعطيك العافيه. انزل من السياره. شوف الشكل، لا هذا لبس تطلع فيه الشارع، هذا لبس ما عاد تطلع الشارع زي كذا. او معك واحد ثاني هنا. تعالي يعني مسوي بريئه ما لها دخل في السالفه. انزلي، ما ابغى اركب. انزل يا اهبل. كسرنا الباب. شوف راحت ولا كان لها دخل في السالفه. هي مو انت. معليش اثنين عصفورين بحجر. انت ما قد احد كهرب كذا على الصباح؟ ما قد تكهربت. سامري وين سيارتي؟ يا عيال سيارتي تنسرق كل شوي. شوف الاهبل. اوكي هذا سارق سياره هنا. وقف على الجنب. عمليات بغيت دعم بالله. والله ذا سياره شو اسمه ذيك اللي تطلع فوق السيارات. يعني ما قد تسرق الا السياره هذه، على الاقل اسرق لك سياره سريعه شيء عشان تنحاش. اوكي فقعنا كفر الثاني. اللي ورا مفقوع الثنتين، يعني الحين سهل نلعب فيه من ورا كذا. وقف، هذه كامري، معك كامري هنا، ما انت رايح ولا مكان. وقف. يا اخي وين الدعم ذولي؟ افقع كفرات اللي قدام الثانية بعد. اطلق عليه، تكفى اطلق. وقف. انزل. وقف على الجنب، انزل بالسيارة، انزل. فليت امها، وين رايح؟ ايه. وين رايح؟ خذ هذا كتف قانوني اسمه. بالله ما ودك تسكت سيارتك ذي القلق. عمليات ارسلوا لي دعم هنا، هذا ما ودي يوقف، ما ادري يثبت في مكانه. شوف كيف. انزل يا اهبل. اقول لك هذا عبيط يا جماعه. الدعم وينه؟ قال لي ما ادري كم طالب دعم ما حد جاء. لا صاير مؤدب يوقف عند اشارات. اقول لك يعني اني ما ندري من انت. انزل من السياره يا ولد. هذا يبغى يرجع للسياره مره ثانيه، تدري كيف؟ معليش يا شباب مات الحالة خلاص، ازعج امنا ذا. اوكي عندنا بلاغ، واحد سكران يا عيال. اوكي عملي هات البلاغ هذا عندي. هذا وصلنا يا عيال. زومبي هذا مو بسكران. يا طيب شو وضعك انت سكران على الصباح؟ يا الله صباح خير. شوف شكله يا عيال كيف، بسم الله والله يخوف. خلونا نفتش اول شيء. مش عندك؟ طلع اللي عندك، طلع الاغراض بس. ايش فيني رميت العصا حقتي هناك. اما ما عنده شيء، كيف ما عندك شيء وانت سكران؟ ثاني مرة ما عاد تسكر. اوكي حبيبي هات فلوسك. خلاص عمليات ذبحناه خلاص، وضع اوكي. عندنا بلاغ، واحد مسلح. اوكي عمليات البلاغ هذا عندي خلوه، انا لعبتي المسلحين تفاهم معهم. اوكي عمليات انا في الموقع لكني ما اشوف احد، لا يكون تبوني اروح ادور له. اوكي لقيته. اطلع يا اهبل لا تقعد تضرب. يا ابو الشباب يقولون معك سلاح صح؟ شوف يدك ما عنده شيء.
تعال تعال فتشك فتشك. معك اسلحه؟ ايش فيني انا ارمي العصا حقتي كل شوي؟ ما عندي شيء. طيب وين السلاح حقه؟ لحظه لا انا عندي خطه، اخوفه عشان يطلع السلاح حقه. طلع سلاحك، طلع. وين سلاحك؟ هذه في الركبه عشان ما تقوم، عشان ما ينحاش. يا ابوي وشل الركبه الحديديه هذه. خلينا نشوف الركبه الثانيه. ها بتقوم الحين؟ يقلع بليزه وش ذا؟ اي 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 انا اعطيك حركه جون سينا. ايوه صدمت وجهي في الجدار. اوكي عمليات خلاص انتهى وضع. خلونا نطلب له سياره موتى بس. عمليات عمليات، بغيت سياره موتى للاعب السل هذا اللي مات هنا، الرجل الحديدي اطلقت عليه 3 طلقات ما مات. اي سيلفي مع العيال حبتين. الله شفت من نظارات الشمسيه بس كيف يا عيال. شوف شوف الصوره. اي اي شوف شوف. الحمد لله لاول مره اخلي سيارتي هنا وما احد يجي يسرقها. غريبه العاده، لازم اطلع لي سياره كل مره، كل ما وقفت يجي واحد يسرقها. عمليات ما ادري ايش البلاغ هذا، لكن خلوه خلوه علي. تطعيس يا شنب، اختصر. لا 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 الحق. انزل 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 يا النكبه انزل. شوف يوم نزلت وقفت السياره، وش هالكذب هذا؟ اوكي في واحد هنا لقيناه، وصلنا الموقع لقينا هذا تاكي في السياره هنا في منطقة خالية ما في احد. ما ادري ايش فيه زعلان، بس خلنا نشوف ايش سالفته. يا طيب ايش فيك؟ يقول شكرا لله انك اتيت. يقول في سيارة جت ورا وقاعد يكشح له بالنور العالي. يقول احس بانه شرطي فوقفت على الجنب. يقول الرجال نزل من سيارته وقاعد يوجه مسدس عليه. سرق محفظته والبطاقة وكل شيء. طيب اخر شيء من الاخر، ايش تبي؟ ليش داق على الشرطة؟ اوكي اوكي، اعطاني رقم لوحة لسيارته ولوحة يعني اللي وقفه وسوى نفسه انه شرطي. اي 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 تعال تعال، ابغى سيارتك ابغى سيارتك. تعال تكفى انك توقف تكفى. الحين من اللي سياره عشان اروح المهمه يا خايس؟ المهمات اللي زي كذا ما يبغى لها سيارات عاديه. تدرون ايش يبغى لها؟ يبغى لها هليكوبتر يا حبيبي. خذ لك اقرب هليكوبتر. انا ما ادري ليش رسبنت اكثر من هليكوبتر جنب بعض. الحين بيقدرون يتصاقعون في بعض وما نقدر نطير. يمديني اطير صح؟ اوكي حلو حلو يمديني اطير. فنروح على المشتبه به هذا اللي سوى نفسه انه شرطي. اوكي تشوفون النقطه الحمراء في الخريطه؟ حلو حلو. اوكي وصلنا الموقع الحين. يبغالنا هبوط احترافي كذا، احلى هبوط احترافي، اتحداكم على هبوط اللي زي كذا. لو سمحت يا طيب ابغى سيارة. ما عندي سيارة ما عندي سيارة، سيارتي طاحت في النهر وانا عندي مهمة طارئة الحين. وخر، خذ الهليكوبتر حقتي اذا تبغى عادي. طيب المشتبه به وينه؟ يبغالنا ندور له الحين. اوكي اوكي اخيرا لقيناه، بس انا ما ادري كيف اوقف الحين لان السيارة اللي معي ما هي بسيارة شرطة. انا كأني شرطي سري. وقف وقف على الجنب، وقف وقف على الجنب. اوه كفو. اوه لا ترمي لا ترمي. شوف 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 كيف لابس، خلك على الارض، لابس سترة واقعي من رصاص ومدري ايش. اي اي عيال هذا هنا ترمون مي. ترى هنا الاعتقال لتشبهك بالشرطه. عمليات بغيت توصيله بالله. طيب خذنا لنا سياره جديده الحين، وخلونا نروح نكمل مهمات نشوف وش صاير في الدنيا وش ما صار. اي الاشاره لي، ليش تقطع الاشاره انت؟ في سرقه. اوكي عمليات المهمه هذه عندي. اوكي واضح ان السرقه هذه في بيت ناس بطرانيين، لان في الحي حق البطرانيين هذول. شوف قاعد يدخن عند الباب ولا همه. يا اهبل بيتك ينسرق. اوكي يقولون لا تدخل لين تطلب دعم. شوف اللي قفز من فوق ايش فيه. هي صاحبة البيت. طيب اوكي اوكي. ايش فيه ايش فيه ايش فيك؟ اوكي اوكي واحد دخل بيتك خلاص. اوكي اوكي الدعم الحين يجي، اول ما يجي الدعم بندخل ان شاء الله. يلا وخري روح هناك على الجنب. اطهر راس. هنا هنا يا شباب الدور الثاني، تعالوا تعالوا شوف كم واحد. والله الدعم. خلنا نحط الشاتجن لان ما تدري وش يصير. اوكي دخلنا البيت. واو البيت الفخم، شوف البيت الحركات. يلا يلا تفرقوا يا شباب، توزعوا توزعوا، واحد يطلع فوق واحد ينزل تحت. يا متخلف انت ويا، قلنا توزعوا. انقلع قلنا ما مات. اوكي الحين تتوزع. حلو يلا روح شوف لك مكان ثاني. شاب ذا يمشي وراي. طيب انقلع يا اخي انقلع. يلا توكل على الله. يقول ما يدفعون لي كفايه اني اسوي الشيء هذا. شوف ذا جاي وراي، شوف المسكه ذي. انا انقلع وخر وينك، تعال يلا توكل على الله. المهمة هذه لي لحالي انا. اوكي يلا. اوكي هذا الباب مفتوح، واضح انه هنا واضحة. اي 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 انت راه الاعتقال. يلا 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 على الارض على الارض على الارض. عمليات بغيت توصيله للحرامي هذا. شوف اخوياي العسكر اللي ميتين هنا جابوهم برا معاي. هذول ترى ماتوا اثناء الاكشن، يعني ما انا ما سويت لهم شيء. هذا هذا قاعد يقاوم وقتلهم. شيل شيل هذا شيله، خلني بس اطلب شو اسمه سياره الموتى للعسكر هذولي.
عمليات بغيت سيارة موت للعسكر اللي متسدحين هنا. المهم يا شباب هذا اللي كان عندي اليوم، اتمنى الحلقة عجبتكم، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، كان معكم اخوكم صالح، يعطيكم الف الف عافية، السلام عليكم.